ما المراد بالاعتداء في الدعاء؟ وهل يعتبر مانعا للإجابة؟ نعم، رب العالمين يقول ادعوا ربكم تضرعا خفيا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، من ضمنها أن يدعو بإثم، يعني مثل الله يجرنا وإياكم، واحد الآن يبي يهرب مخدرات وبيمر من عند الشرطة، هذا سمعناه، يا الله يا ربي وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، عشان ما يمسكونه، عشان ما يمسكونه، يعني متلبس مجرم، عرفت يا طويل العمر، مجرم. وكذلك بعضهم يا طويل العمر يدعو الآن، يروح يبي مثلا يسرق في سوق ولا في غيره، يقول يا الله يجيب شاة سهلة، يدعو الآن نسأل الله العافية والسلامة للسرقة، هذا ما يجوز يا أخي، نسأل الله العافية. تجعل دعاء ربك وسيلة للوصول المحرم، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. النوع الثاني من الاعتداء في الدعاء الظلم، ظلم. بعض الناس الآن يصير بينه وبين قريب الله أو جار الله مشكلة، ثم تجد يدعو يا الله فضح فيها له، جعل بناته يمسكن، يا الله يا رب جعل عيالها المخدرات، الله يجعل، يدعو بالمعاصي، نعوذ بالله والسلامة. لو قيل ترى ولد فلان امسكوه في معصية فرح، هذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا يدعو بالإثم، يدعو يا إخواني بالمصيبة. كذلك أيضا من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بأكبر مما يستحق، يعني واحد الآن في الشارع لف عليك ما تدري عاد هو ولا متعمد ولا شيء، تجد بعض الناس الآن يقول الله يجعله تحت كفرة رعلة، الله يجعله ما يرجع له هلا، الله يجعله، يا أخي وش هذا، وش مسوي عاد؟ افرض الآن، افرض الآن أخطأ، يعني يصل خطأه إلى هالحد، ما تصل، ها؟ نعم. ولذلك هذا أيضا من صور الاعتداء في الدعاء. فالناس الآن يا أخي مشكلتهم مشكلة، تجد أغالب أدعيتهم لا يحبها الله ولا يأجرهم عليها، هذا هو الاعتداء في الدعاء، ندعو الإنسان بإثم أو قطيعة الرحم أو بأكبر مما يستحق، هذه كلها ما تجوز. نعم.